مرحبا يا شباب، اليوم وصلت طلبيتي من باك تو جيمز في الامارات العربيه المتحده. ثلاثه صناديق العاب بورد جيمز، واحده منها مرسوله من سوبر هيتد دورنت، مشكورين، مجموعه جديده من الالعاب اللي اعلنوا عنها مؤخرا. بعمل ريفيوز لمعظم هالالعاب. مثل ما انتم شايفين الصناديق وصلت قبل شوي وبنفتحها مع بعض. خلونا نشوف ايش في الصندوق رقم واحد. الصندوق الاول تقريبا جاهز. هذا صندوق سوبر هيتد نورنز. اذا بتشوف الالعاب اوف كوليكشن عملاق. فعندنا تيرفورمينج مارس النسخه المعربه منها، عندنا كاتان جونيور اللي يحبوا يتعرفوا على كاتان، هذه كاتان جونيور، وهذه كاتان نايتس اند سيتيز، ولا لا سيتيز اد نايتس. وعندنا 1 2 3 كابس، لعبه عائليه جميله. عندنا مختبئه هنا بورت رويال، صراحه من اكثر الالعاب المتحمس اجربها. ولعبه شرف بالعربي عربوها الى شريف، لعبه جميله جدا. واخيرا وليس اخرا اسطنبول بيك بوكس، فهذه لعبه اسطنبول زائد مجموعه من الاضافات اللي تجي مع الصندوق نفسه. خلونا نفتح صندوق اخر. وهذا الصندوق الثاني اللي هو الصندوق الاكبر اللي يحتوي على العاب ثقيله ومتوسطه. هذه الفاتوره. فقرب نشوف الالعاب. عندنا فايف ترايبس من الالعاب المشهوره جدا ان لم تكن اشهرها. عندنا ايضا كواكس اوف كودلنبرغ، ولا ما ادري اذا نطقتها صح. لعبه متوسطه وجميله جدا. كيرست كورت. كيرست كورت مش مشهوره نهائيا، ولكن شفت ريفيوز عنها بصراحه يعني تشوقت العبها مع انه سعر شوي مبالغ فيه. كوينبرا من ريكومنديشنز سيركيس صديقي، تابعوا حسابه. وعندنا اثنوس ايضا وكونسل اوف فور. انا بحاول ما اطلع كل الالعاب لانه فعليا مثل ما انتم ملاحظين الرف عندي ممتلئ تماما. فالله يستر وين احط هذه الالعاب. اثنوس وكونسل اوف فور ايضا. الصندوق الاخير والاصغر. ونبدا في الصندوق الاخير، الصندوق الاصغر. على فكره العاب سوبر هيتد تورنس خليط بين العاب عائليه والعاب ثقيله ومتوسطه، فتناسب لكل العائلات والمتمرسين في البورد جيم. الصندوق الكبير كلها العاب بروفيشنالز. الصندوق الصغير اتوقع بيكون مزيج من كل بستان زهره. فعندنا زومبي كيدز. زومبي كيدز لعبه ليجاسي تلعب مره واحده، عباره عن مغامره مجموعه من الاطفال بمحاربه الزومبيز، وهذه لعبه عائليه جدا جدا يعني ممكن يلعبوها الاطفال حتى بدون الكبار. سبيس بيس اشتريتها بسبب توم باسل قام بالحديث عنها بشكل مبالغ فيه. بصراحه انا شفت فيديوهات عن اللعبه ما استوعبت الفكره بالكامل، لكن تبدو انها بسيطه وانا اثق في توم باسل. ايضا عندنا كارتوغرافر من العاب رولن رايت، عاده ما من محبي هذا النموذج من الالعاب، ولكن هذه اللعبه اثبتت نفسها من خلال التقييمات، قلت اجربها. واخيرا اربوريتم لعبه بطاطات، وكريبتد اللي بقوم بشرحها ان شاء الله قريبا. ف وراي شغل كثير، ادعوا لي بالتوفيق وان شاء الله بنبدا بالعاب سوبر هيتد نورنز. ما اعرف ابدا باي لعبه امانه، شكلي ابدا ببورت رويال. خليكم على الموعد.